في الحلقة السابقة تكلمنا عن بداية تشكل وتطور الحركة الخلقية، وعن أهم ادعاءاتها ودوافعها الدينية التي حاول أنصارها من خلالها إقحام الدين في العلوم، وكان لهذا تعارض مع القوانين المتبعة في المناهج الدراسية، ولذلك أقيمت عدة دعاوى قضائية حول موضوعاتها التي كانت تهدف إلى زج الدين في المنهج العلمي بدعم من الكنيسة. ومن ثم استعانوا بمصطلح التصميم الذكي للالتفاف على حقيقة أن دوافعهم الحقيقية هي إقحام الدين في تدريس العلوم، ولكن باستخدام مصطلحات بديلة. في هذه الحلقة سنحلل فيلم المطرودون الذي أنتجه دعاة الخلقية، والذي ادعوا فيه أن نظرية التطور ليست إلا عملية احتيال علمية تم تمريرها بهدف الترويج للهولوكوست اليهودي، للإلحاد، للإجهاض إلى آخره. وسنركز هنا على ثلاثة شخصيات انتقاها القنيبي في الحلقة 43 من سلسلته. هؤلاء الأشخاص تعرضوا حسب ادعائه للإقصاء بسبب موقفهم الرافض من نظرية التطور. في البداية سنعطي نبذة مختصرة عن خلفية هؤلاء الأشخاص وموقفهم من التطور. هل هم يرفضون فعلا النظرية وبصورة مطلقة؟ أم إن لديهم إشكال مع بعض تفاصيلها؟ وماذا يقترحون بديلا عن التطور؟ هل هو خلق أم تصميم ذكي؟ وما هي حقيقة طردهم من وظائفهم أو تعرضهم للملاحقة والتنكيل؟ وكيف تتعامل المؤسسات الأكاديمية عادة مع أصحاب مواقف مشابهة يرفضون تدريس منهج علمي متفق عليه ويريدون تدريس أفكار مصادرها الإيمان أو الاعتقاد الشخصي؟ نبدأ بنموذج من بعض الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها هذا الفيلم سيء السيط، وانتقينا نقد كتبه البروفيسور الجراح المسلم دكتور عمر شريف في صفحته. يقول الدكتور عمر: في بداية ثمانينيات القرن العشرين القرن الماضي، رفع أنصار التصميم الذكي الخلقوي عدة قضايا في محاكم في بعض الولايات المتحدة، مطالبين بتدريس المفهوم الذي يناصرونه كطرح آخر بجوار التطور البيولوجي في المدارس والجامعات. استشارت المحاكم الجهات العلمية المحترمة، فأبلغتها هذه الجهات إن التصميم الذكي أو الخلقوي ليس علماً ولا ينبغي تدريسه في مدارسها، فحكمت المحاكم بذلك. بالرغم من هذا، قام بعض الأساتذة بالفعل بتدريس التصميم الذكي الخلقوي مخالفين أحكام المحاكم وإجماع الأوساط العلمية. لنطرح سؤالاً على كل من يهمه نزاهة واستقامة منظومة العلم: ماذا ستكون ردة فعلك أنت لو كنت مدير تلك المدرسة أو عميد هذه الكلية أو رئيس هذه الجامعة وأنت أمام أحكام المحاكم والإجماع العلمي؟ حسبك لو كنت مكان العمداء والمديرين لن تجد بديلا عن منع هؤلاء من التدريس وتحويلهم لوظائف إدارية. الأمر يشبه تماما أن يصر أستاذ مثلا في كلية الطب على تدريس علاج للسرطان بالوصفات الشعبية والبدوية، هل ستسمح له أنت إن كنت عميد للكلية أن يستمر في التدريس؟ في بداية الحلقة يتحدث القنيبي عن فيلم المطرودون الذي يبين كيف تم إقصاء الكثير من الأكاديميين لأنهم شككوا في نظرية التطور. والغريب أنه يعرض مقالات فيها ردود وانتقادات عنيفة وجهت لهذا الفيلم، ويقول: لن نأخذ من منه كل شيء. يعني هو بنفسه يعترف بشكل واضح إن المعلومات التي وردت في هذا الفيلم غير موثوقة، فلماذا إذن يستشهد هو بمصدر مشبوه؟ جوابه إنه دقق بنفسه في صحة المعلومات التي سيعرضها. والسؤال هنا: لماذا لا تترك الفيلم المشبوه جانبا وتعتمد على نفسك في عرض الحقائق الموثوقة؟ لكن على أي حال، لننظر في هذه المعلومات
الموثوقة وندقق بنفسنا نحن في مصداقيتها. الدكتور ريتشارد وون سيربرغ مختص علم الأحياء التطوري، كان يعمل محرراً لمجلة علمية تابعة لمتحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي. نشر مقالاً للدكتور ستيفن ماير يطرح من خلاله أن التصميم الذكي قد يكون هو التفسير لنشأة الحياة، فوصفه رئيس القسم بأنه إرهابي فكري لأنه أعطى موضوع التصميم الذكي بعض المصداقية. The way the chair of the department put it is that I was viewed as an intellectual terrorist. Terrorist. Because of giving the topic of intelligent design some modicum of credibility. وطرد دكتور ستيرنبرغ من مكتبه، تم تعقب انتماءاته الدينية والسياسية وضغط عليه ليستقيل، أو على الأقل حسب رواية أتباع الخرافة لم يجدد له عرض العمل كباحث مشارك في المعهد. يقول القنيبي إن الدكتور ريتشارد فون ستيرنبرغ كان محرر في مجلة علمية، وبسبب تقديمه للتصميم الذكي كإمكانية لتفسير التعقيد وصفه مدير المعهد بالإرهاب الفكري، وتم طرده أو إرغامه على الاستقالة، ولم يتم تجديد عقد عمله بسبب نشره مقال يمس بفخامة الخرافة أنهت حياته العلمية والمهنية. لنعرض لكم الحقيقة كما هي. أولاً، تنحى الدكتور ريتشارد عن منصبه كمحرر، لكن الجميع يتفق أن هذا ليست له علاقة بمقاله عن التصميم، فقد انتهت فترة عقد عمله وكان يخطط دائما للتنحي عن عمله كمحرر. وكانت موافقته على نشر مقال ستيفن ماير المؤيد للتصميم الذكي آخر أعماله. ثانياً، لم يتم فصله أو طلب الاستقالة من معهد سميثسونيان، ففي الواقع كان يعمل لفترة محددة ولم تكن له وظيفة دائمية فيه، وقد كان في نفس الوقت موظف في المعاهد الوطنية للصحة. أما بخصوص مقال ماير فقد كان محل تساؤل من قبل المجتمع العلمي، لذلك تم حذفه لكونه لا يستوفي شروط الطبيعة المنهجية للبحث العلمي القائمة على الرصد الدقيق والقياس وإمكانية التحقق من الأدلة تجريبيا في العالم المادي. فبهذه المعايير تفقد التفسيرات المستندة إلى التصميم صرامتها بسرعة دون دليل علمي مستقل يثبت طبيعة المصمم ويحددها. وبدونه تصبح التفسيرات المستندة على التصميم غير مفيدة. مثلا يقال يبدو أن هذا تم تصميمه لذلك يجب أن يكون هناك مصمم، أو نحن نعلم أن هناك مصمما لأن هذا يبدو مصمما. إذن فالمجتمع العلمي يرفض التفسيرات الدينية والتصميم الذكي للضرورة المنطقية وليس بدافع الإلحاد أو ما شابه ذلك. فمن الخطأ أن يشير الفيلم إلى أن فهم التطور يؤدي حتما أو بالضرورة إلى رفض المعتقد الديني. فمثلا العالم فرانسيسكو إيالا من جامعة كاليفورنيا في إيرفن، عالم الأعصاب الرائد الذي كان كاهنا دومينيكيا ولا يزال كاثوليكيا متدينا، وكذلك عالم الأحياء التطوري كينيث ميلر من جامعة براون، وآلاف من علماء الأحياء في الولايات المتحدة يعلمون بأن التطور حقيقة علمية وما زالوا مؤمنين بمعتقداتهم الدينية. فهذا يبطل فرضية الفيلم الرئيسية بأن علماء الأحياء التطوريون يرفضون الله. كارولين كروكر، أخصائية علم الأدوية المناعي في جامعة جورج ميسون، ذكرت التصميم الذكي في مساق علم الخلية الحيوي، فاستدعاها رئيس القسم وقال لها أنها سوف تتعرض للضبط، You will be disciplined. وفي نهاية الفصل فقدت وظيفتها. حاولت الحصول على عمل في مكان آخر، لكن وجدت نفسها وكأنها وضعت على القائمة السوداء من لوب التطور وشبكته الممتدة، فلا أحد يعينها. أتباع الخرافة يقولون لا، بل وجدت لها وظيفة في كلية مجتمع. لن أستعرض قصة حياة كل منهم إخواني، لكن يكفي أن نعلم أنها تضررت أكاديميا. يتحدث القنيبي عن الدكتورة كارولين كروكر، أخصائية في علم الأدوية المناعي في جامعة جورج ميسون، على أنها نُكّل بها وفصلت من وظيفتها.
بينما صرح دانيال وولش المتحدث باسم الجامعة إن كروكر لم تطرد أبداً، بل كانت عضواً يعمل بدوام جزئي في الهيئة التدريسية، وعدم تجديد عقدها لم يكن له علاقة بوجهة نظرها من فكرة التصميم الذكي. وأكد وولش: نحن ندعم بكل إخلاص الحرية الأكاديمية. لكنه أضاف إن المدرسين يتحملون مسؤولية التمسك بالمواضيع التي تم توظيفهم لتدريسها، كما إن التصميم الذكي ينتمي إلى درس الدين وليس إلى درس علم الأحياء. هل إن الحرية الأكاديمية تمنحك الحق بقول أي شيء حتى لو كان غير متعلق بمادة الدرس؟ بالتأكيد الجواب لا. على أي حال، الموضوع شخصي يتعلق كما يبدو بمظلمة محاضرة لم يجدد عقد عملها، وربما هذا أمر يحدث بشكل متكرر في جامعات العالم، لكن يبدو أن كروكر تريد استثارة عواطف المتدينين لتحصل على مكاسب من قصتها، وإلا فإن الطرق القانونية متاحة أمام الجميع. كل من تعرض لقرار أو تصرف غير عادل وبإمكانها مقاضاة الجامعة بسبب ذلك وأخذ حقها إن كان لها حق، بدل من الارتماء في أحضان مؤسسة التصميم الذكي الراكضة وراء بروباغندا مسيئة للعلم. البروفيسور الأكاديمي دكتور مايكل إغنور تجرأ يوما وكتب مقالا يقول فيه أن الأطباء ليسوا بحاجة إلى دراسة التطور، ردا على مقال نشره أتباع الخرافة. هاجمه لوبي الدارويني ومارس عليه الإرهاب الفكري بالشتائم البذيئة، وانهالت الاتصالات على إدارة الجامعة مقترحة أنه قد حان الوقت ليحال دكتور مايكل للتقاعد. I realized when I kind of went public with my doubts about the adequacy of Darwin's theory that I would have kind of criticism. What has amazed me is the viciousness and the sort of baseness of it. يتحدث القنيبي عن الدكتور مايكل إغنور، قال كرد على أتباع الخرافة إن الأطباء ليسوا في حاجة لدراسة التطور، فتعرض لهجمة بألفاظ بذيئة من أتباع الخرافة، واتصل اللوبي الدارويني برئاسة الجامعة وطلب إحالته على التقاعد. أولاً، هو جراح أعصاب وليس متخصص في البيولوجيا، ومن تتبع سيرته ترى أنه يدعو إلى المثنوية، أي ثنائية الجسد والروح، لفهم وتفسير ظاهرة الوعي. وتم بيان تهافت وفشل محاولاته في مصادر كثيرة، منها هذا المقال. أما بخصوص ادعاء مايكل إغنور إن الأطباء ليسوا بحاجة إلى دراسة التطور، فهذا خطأ فادح لم يقع به هو وحده كغير مختص في التطور، بل كثيرين غيره، منهم القنيبي الذي يدعي إنه متخصص في الصيدلة ويجهل إن علم التطور يلعب دوراً محورياً في علم الصيدلة. وللإطلاع الذي ربما هو يعوزه نهديه هذا المرجع عن الأدوية التطورية المسندة بالدليل. طبعاً القنيبي خصص حلقة كاملة لكي يقنع متابعيه إن نظرية التطور لا فائدة لها، وتحشر هي في الاكتشافات بلا معنى، بحيث إن وجودها أو عدمه واحد، بغض النظر عن آلاف الأدلة العلمية المعتبرة على نظرية التطور. ولنفترض إننا سنرميها جميعاً عرض الحائط، لدينا اليوم آلاف التطبيقات العلمية على التطور، فينسب له الاستخدام العملي في الصناعة على نطاق واسع من قبل البحوث الطبية في مجال الطب والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة. فشركات الأدوية تستخدم بغزارة التطور البيولوجي في تطوير منتجات وعقاقير جديدة باستمرار لمكافحة الفيروسات والبكتيريا المتطورة التي تقاوم الأدوية المضادة وتطور نفسها لمقاومتها، وهذا يحتم على الباحثين اكتشاف علاجات جديدة أكثر تطوراً لغرض مكافحتها. مرة أخرى يجبرنا القنيبي أن نتساءل عن حقيقة تخصصه في مجال الصيدلة. هل اطلع هو مثلاً على المقال الذي تشاهدونه من قسم الصيدلة بجامعة نورث كارولينا الذي يتحدث
عن توظيف آليات التطور في إنتاج علاج جديد لأمراض عدة بالاعتماد على التطور الموجه؟ كل هذا بجانب استخدام أسس التطور في تطوير الزراعة والهندسة الزراعية وكذلك الهندسة الوراثية وغيرها. للاستزادة عن أهمية التطور في الزراعة، عن أهمية التطور في الصناعة، عن أهمية التطور في صناعة الأدوية، ويبقى السؤال هنا: ما هي التطبيقات العملية والعلمية لفرضية التصميم الذكي أو الخلق المباشر؟ فخامته جائزة نوبل للكيمياء لعام 2018 والتي منحت قبل حوالي شهر ونصف لثلاثة من الباحثين. ما الذي فعلوه تحديداً؟ تعالوا نشرح بداية ما قامت به فرانسيس أرنولد. كانت أرنولد تريد تحسين صفات إنزيمات موجودة في الطبيعة. الإنزيمات هي بروتينات تنتجها الخلايا الحية لتسرع حصول تفاعلات حيوية محددة. أشهر بحث لأرنولد في المجال هو الذي قامت به على إنزيم سبتلسم والذي يصنعه نوع من البكتيريا. هذا الإنزيم نريد أن نغير في تركيبه بما يمكنه من العمل على درجات حرارة أعلى وفي مذيبات عضوية، مما يمكن من استخدامه في التنظيف وفي عمليات كثيرة أخرى. تمام، ماذا فعلت أرنولد؟ هي لا تستطيع إنتاج إنزيم محسن من عناصره الأولية، وبالتالي استخرجت من البكتيريا المنتجة للسبتلسن المادة الوراثية التي تتم ترجمتها إلى هذا الإنزيم، وعرضت المادة الوراثية لعوامل محددة بمقادير ومدد محددة لتحدث في هذه المادة طفرات، يعني تغييرات في عناصرها الأولية، ثم وضعت هذه المادة الوراثية المغيرة في خلايا بكتيرية حية لديها آليات جاهزة لقراءة المادة الوراثية، لتقوم هذه الخلايا بإنتاج إنزيمات جديدة من هذه المادة الوراثية. ثم قامت بمقارنة الإنزيمات الناتجة من حيث قدرتها على عمل المهمة المطلوبة المحددة. فانتقت أرنولد الإنزيمات التي تعمل في المذيب العضوي وعلى حرارة عالية، واستثنت الإنزيمات التي لم تستطع ذلك، كما تخلصت من الإنزيمات التي أتلفتها التغييرات فما عادت تقوم بأية مهمة. ثم أجرت أرنولد تحسينات على الإنزيمات الناجحة، وهكذا إنجاز جميل من إنجازات الهندسة الوراثية. نأتي الآن إلى الشبهة التي حاول القنيبي ردها استجابة للتنافر المعرفي. فالتطور يتعارض مع نصوص دينه، ولا يمكنه توفيقه بأي حال من الأحوال على حد تعبيره هو مع التطور. ولأن التطور حقيقة علمية، تم منح أكبر جائزة علمية على وجه الكرة الأرضية بسبب آليات تطبيقها. طيب يا شيخ، خرافة التطور ماخذين فيها جائزة نوبل، كيف يعني؟ كيف يأخذون جائزة نوبل بخرافة؟ هذه ليست إلا أحد محاولات اللوبي الدارويني من ترفيع وترقيع الخرافة. طيب يا شيخ، شو نعمل الحين؟ شو نقول؟ أنا عادة أقوم بتغيير أسطوانة المنشوخة إن العلماء واللجنة كلهم خونة متآمرين عبدة اللوبي الدارويني بلا بلا بلا، وأتباعي يحبون هذه النغمة. لكن يا شيخ، هي جواز نوبل هذه جهة محل ثقة واحترام عالمي منذ أكثر من 120 سنة، تتعاضى مع مختلف العلوم وليس فقط مع التطور، مين راح يصدقنا؟ نقول إن الاكتشاف ليس له علاقة بالتطور العشوائي، هو مجرد تطبيق للهندسة الوراثية، وأنهم لم يستطيعوا أن يخلقوا كائن حي ولا أنزيم حي. يا شيخ، هم ما قالوا إحنا خلقنا كائن حي ولا خلقنا أنزيم جديد، مو هذا موضوع الجائزة مال نوبل. بعدين أنت عايز تفضحنا يا شيخ؟ يعني أعضاء اللجنة وبينهم علماء متخصصين حاصلين هم نفسهم على جوائز نوبل هذه، ما فطنوا وما عرفوا أن الموضوع ما فيه عشوائية، وأنت الفكي كله في طنت. الإعلان يقول نصا يا شيخ: تسخير مبادئ نظرية التطور لأهداف صناعية وعلاجية. خلاص، أنا أصلا ما غايرنا نحصل جائزة نوبل بالخرافة، قد ما قاهرني أن اللي أخذتها مرة. طلع هذه العورة ناقصة العقل والدين اللي أعطت الجائزة تحكي وأنا أرد عليها.
بس اخفى صورتها عشان سافرة ومتبرجة والعياذ بالله. Because what they have done is to really speed up the evolution. Because nature has had billions of years. But now you want the process to be possible in maybe a few weeks or a year or something in the laboratory. في الحقيقة ما قامت به فرانسيس أرنولد هو فقط استغلال لآليات التطور العشوائية الطبيعية في تصنيع أنزيم بروتين، أي كما تقوم به الطبيعة من خلال الانتخاب الطبيعي. وهذا ما صرحت به الأكاديمية السويدية حرفيا في خطاب إعلانها عن أسماء الفائزين. لكن الفارق الوحيد الذي قامت به تلك العالمة هو إنها وبدلا من أن تنتظر عشرات السنوات جالسة على كرسيها حتى تمنحها البكتيريا الكود الجيني الذي ترغب به من خلال الطفرات العشوائية، فإنها قامت بالتدخل وبطريقة عشوائية أيضا لضبط تلك التغيرات. مثلا في الطبيعة إن وجدنا الكود الجيني ACGTTTAGT فإنه ربما يحدث له طفرة نقطية تحول الحرف الثاني C إلى A ليصبح الكود كما تروه، ثم تأتي طفرة أخرى تعيد نفس الحرف ليرجع الكود إلى الصيغة الأولى. ذلك هو أحد الأمثلة التي قامت تلك العالمة بتجاوزها في المختبر حتى لا تسمح للطفرات العشوائية بالدوران غير المثمر. هذا ناهيك عن أنها كانت تقوم باستغلال البكتيريا في المختبر لإنتاج الإنزيم المرغوب به. قلت لك ما في عشوائية بارك الله فيك يا شيخ، والله أفحمتهم. بس هذا شو المكتوب في الصورة اللي طلعتها أنت؟ مكتوب random mutations أو مكتوب randomly mutated enzymes؟ هذا مش عشوائية يا شيخ. خلاص سك على الموضوع، فرحتنا.